أعلن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن سلفه بنديكت السادس عشر البالغ من العمر 95 عاما يعاني من مرض خطير، وأنه يصلي من أجل البابا السابق الذي أحدثت استقالته لأسباب صحية مفاجأة في العالم في عام 2013. بدوره أكد الفاتيكان في بيان أنه في الساعات القليلة الماضية تدهورت صحة البابا السابق بنديكت بسبب تقدمه في السن، وما زال الوضع تحت السيطرة في الوقت الحالي والأطباء يتابعونه باستمرار. كان المعتزل قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته، وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان. E fissiamo lo sguardo sul volto del bambino che è nato per noi e in quel piccolo vicino gente.